بطل حار يا ابني المكتوب في البتاع. على فكره اقسم ايه الاخبار دلوقتي بيسو عملت اسك عندها على الانستجرام وسالت الناس ايه اغرب المنتجات او المشروبات اللي ممكن نجربها حاجات نحطها على بعض. دي كانت الاجابات ودلوقتي هننفذها. وقفة باللبن بالبندق والفول السوداني والشوكولاتة الجالاكسي. محبش الجوافة اولا ولا بحب البندق. احنا هنلمهم كأنه مفيش اي حاجة. حاجة جوافة باللبن ما عندناش جوافة باللبن فهنعمل جوافة عادية. عصير جوافة اولا مش عادية يعني مش جوافة. ده عصير جوافة اصلا. حاجة كده لبن. مش متفائلة بالبندق. ولا هات بندق. بندق. هنحط ثلاث قطع مكمل اول. هنحط سوداني. سوداني بس عايز اجيب الاول بس كده. ده جامد ده قوي بجد. ده بالملح اصلا. عايزين سكرت ابتدائي بقى. حطي بس الفيشه من غير لمس. في حاجه اسمها بوك. جاهزه دلوقتي. انا لو انت عملتها اتفضلي. بس ايه فين بقى؟ اول خلاص بضرب. ايوه صح. هنحط الكلام ده في كوباية. ده ايه ده؟ هو تحس ان هو موز باللبن بس ما بص على قد الكوباية بالظبط. هو انت متوتر ليه؟ عشان انا موجودة؟ اكيد طبعا. انت بتكرش عليا؟ انت اي حد لسه يشوفك لازم يتوتر. لازم يتوتر. وحش فشخ. على فكرة اقسم بالله حلو. بالله حلو. انت ما عندكش اي. انت ما فيش تيست بادز اللي بعده. الجوافه انا هشربه. تاني حاجه فراوله وشوكولاته كندر. كندر انا ما بحبش الفراوله فانا كده كده مش بيك فان. مش هبقى فان حتى للعصير. ايه انا ما بحبش الفراوله ليه؟ فمش هبقى انت كل حاجه لا يعني ماليش فيها. فراوله كفايه كفايه صدقني. صدقني صدقني اهو الفراوله دي غاليه. ما انا عشان كده بقول لك كفايه ان انا مش هشربها. وشوكولاته كندر واحدة بس. ممكن اتنين ولا اتنين ولا خلاص واحدة. انا عارفة. لا استني انت بتعملي ما بلاش انت. بص دي انت عاملاها ازاي. انا كنت هقفلها. بتعمليها ازاي انت جت موتينا. حلو قوي. بق كفاية عليك. يا دوب استني بقى. استني استني. ايه ده؟ عشان ما ضربتش كويس. على فكره والله العظيم مش حلوه. انا ما بحبش الفراوله. لا انا بقول انت تمشي بقى كمان. انا الفيديو لوحدي. دي عسل بالجبنه الرومي يا جماعه. انا ضد دي بس هي مصممه. ضد دي بس هي مصممه. لا انا عاجباني عشان انا حاسه ان هيبقى فيها مزازه ولذاذه بجد. استني بس استني 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 عشان هي لازم تتحط باسلوب معين. هو انت في ايه؟ انا حاسه انك بتعلي عليا خلاص. بس كده. إيه طب ليه؟ فلنفترض ان انا عايزه اعزز. خلاص يا اسطى. خلاص يا اسطى. في ايه؟ استني دو استني استني. تشيرز. دي بسم الله. وحياة ربنا جامده جامده. بس لو قلت لا تبقى شخص ما بيفهمش. لا جامده الصراحه. جامده جدا. جامده. هات بس حته كمان. جامده بس. والله جامدة جدا. جامدة جدا. هيبقى العسل ده بحبة البركة. فا؟ يعني مبين ان هو بحبة البركة. جامدة بس. لا لا لا. دي 10 out of 10. بعد كده شيبسي بالشطة. ده مش بالشطة. وزبادي. عليه قرن فلفل ولا لا؟ عليه قرن فلفل. عليه قرن فلفل. اسمعني عشان ما اتغباش عليك. علي قرن فلفل يبقى بالشطه. الفلفل الحلو ده مش افتح ودوق. مش شطه يكون سبايسي. ما هو الشطه الحار يا ابني المكتوب في البتاع. على فكره ريحته سبايسي. اصلا هو بتقول شنينه او لبن حامض. اهو ده لبن حامض. ده زبادي حامض عندي في الثلاجه. دوق دوق دوق. دي واحده بايظه اصلا. ده دي محروقه. دي محروقه. ماشي هندوق الزبادي بالشيبسي. انا مش عارف ايه. حاسها تبقى حلوه على فكره. وانا استنى. لا ما صور كده. بنعمل بس زي اهو يا جماعه. 1 2 3. اقسم بالله جامده. الناس دي بتفهم. طالعه فين جامده. الناس دي بتفهم. انت ايه ده؟ ايه اللي انت بتعمله
في حاجه اسمها بوج. في حاجه اسمها بوج. في حاجه اسمها بوج. I love it. I love it too. بعد كده بقدونس وطماطم شوكولاته ورشه ملح. طماطم هنقطعها ازاي؟ يعني روح هات سكينه او بالمقص. ليه ما تروح تجيب سكينه؟ طيب انا دلوقتي جبت سكينه، هناخد مثلا ايه رايك في دي؟ تمام. انت ما خدتش رايي. تمام اهي. انا ممكن اقعد اتفرج عليك عمال. لا طلع انت طلعي البقدونس وتحطيه يلا في الازازه اهو. اتفضلي اتفضلي. بس انا هحط الشوكولاته دي شوكليت شيبس. كترش بقى انا هعمل حاجه. انا عارف ان احنا ممكن نعمل حاجه، احنا ممكن نحط عسل عشان يحليه والله. لا هو احنا مش هنفتي اهو، مش فاهمه ماله. رشه ملح يا جماعه اهو. رشه دي رشه اهي حطها. طيب خلاص حطها بقى اهي. ما احنا ما... بس احنا نحط لبن دلوقتي. عارف لو اقسم بالله المشروب ده، المشروب ده على فكره ممكن يكون صحي للبشره والله. انت ليه قررت تصحى الصبح تفتي النهارده؟ يا جماعه عشان هي بدات تتعصب علينا. هو كده كده انا اصلا والله العظيم كده كده هعمل ده ميه مخلل بس. ميه الشوكولاته اللي جوه؟ ايوه عادي. انت ما ممكن بقى تسيبني انا. ما بتروحش مطاعم غاليه ولا ايه؟ هو مين مين المطعم اللي جاي لي المعفن اللي ممكن يعمل كده غير مطعمك؟ انا خايفه قوي. اقسم بالله انا خايف اكتر مني. يا مفيد للبشره يا اسطى. ده مفيد للبشره جدا. بس احنا عاملين كميه يعني عارف. طب اقول اقسم بالله ريحته. تعالى كده انت هتقولي ريحته عامله ازاي. عامله زي الخطه اللي بتبقى جوه المحشي. شمي تاني صح؟ ما عشان بقدونس وطماطم. بس حلو حاسس ان هو حلو. يلا طب لا معلش شويه الميه دول. عارفه اعمل فيه ايه؟ ده صحي ولا طيب زي. انا شايف ان انت تشربه الف هنا وعافيه عليك. انا هدوه انا الاول ولو حلو اقول لك ايه. لا مش هدوه ده كده كده. انت اصلا الطماطم لزقت في باي 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 باي. تعالي بس مش دي وصفات الفانز بتوعك. دوق انت بقى. طبعا عزيز عطل مش عايزة فيه هنا تاني ترجيع.